مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا رغد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن حقيقة اعتزال ابن سوريا التيك توك، وعشان تعرفوا حقيقة الموضوع احضروا الفيديو معي للنهاية ويلا خلونا نبلش. كلنا شهدنا بالفترة الاخيرة كمية البثوث اللي بشكل دائمة على تيك توك، واللي بتكون عبارة عن تحدي بين اثنين، وكل واحد بتحدى الثاني مين من متابعينه راح يدفعوا له اكثر، واللي بيحصل من متابعينه على فلوس اكثر هو اللي بيفوز بالبثوث المباشره. طب مين ابن سوريا وشو حقيقه اعتزاله للتيك توك وشو سبب اعتزاله؟ رح نعرف بهالفيديو، فيلا نبلش. سامر وحود المعروف بلقب ابن سوريا هو احد اشهر مستخدمي تيك توك، فبيتابعوا على حسابه الملايين من المتابعين، محتوى عباره عن بثوث ومسابقات وتحديات والعاب ببجي. كانت عنده قناة على اليوتيوب، لكنها قبل ما يقارب شهرين تم تحكيرها من قبل مجموعة من الأشخاص اللي بينهم وبين سامر عداوة. وشهدنا في الساعات الأخيرة ظهور الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب بيتصدر في اسم ابن سوريا بشكل كبير، وزاد البحث عليه بشكل مش طبيعي، وهالشي بسبب ظهوره بفيديو بيحكي انه هو رح يعتزل بثوث التيك توك. وبعد ما ظهر هالترند، سامر احتل مواقع التواصل الاجتماعي لانه كان مبين قديش هو متأثر من هالشي. فمثل ما ظهر سامر بالفيديو، حكى انه قدر يحصل خلال 4 ايام على 10,000 دولار من متابعينه خلال البثوث المباشرة. انت بتعرف شو يعني انسان يطلع 10,000 دولار ب4 ايام؟ مستحيل الا ليكون في عنده قوة ايمان. ورغم ضخم المبلغ ومش اي حد بيقدر يحصل عليه، الا انه حكى انه هو مو مرتاح ابدا بالطريقة اللي بيحصل فيها على هالمال، وهو عارف بداخله انه هو غلط. لكن اللي اكد له هالشي انه سمع الشيخ عثمان الخميس بعد ما سألوا الجمهور عن هل اذا كانت طريقة الحصول على المال من التيك توك محرمة ولا لا، فكانت اجابته انه حرام، لانه اي شيء المسلمين بيضيعوا فيه اموالهم على اشياء مو مفيدة حرام، فبدل ما يضيعوا أموالهم على البثوث هم قادرين يجمعوا الأموال ويتبرعوا فيها لناس محتاجين، وبالذات إنه إحنا في زمن كتر فيه الناس المحتاجة. فسمع ابن سوريا هالفتوى وكأنها أكدت له حرمانية الطريقة اللي بيحصل فيها على الأموال، فقرر يتوب ويحصل على المال بطريقة صحيحة وما فيها أي حرمانية، واعتذر لمتابعينه لأنه وداهم لهيك طريق، واعتذر لأي شخص دفع له أي مال خلال البثوث المباشرة، وأعلن توبته بشكل رسمي وإنه رح يعتزل البثوث للأبد. لكن هل رح يعتزل التيك توك؟ فهالشي لسه مو واضح، وبهيك بتكون حقيقة اعتزال سامر وحود بثوث التيك توك حقيقية. احكوا لي إذا بتعرفوا بالتعليقات وشو رأيكم باللي صار. هيك بنكون انهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.